أهلا بيكم. النهاردة هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من محاضرتنا عن Road Management of Complex Odontogenic Infection. لكن قبل ما نكمل بالظبط كده، تنزل تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات، وياريت ما تبخلوش علينا باللايكات والشير. يلا بينا. وقفنا المرة اللي فاتت عند الانفرا تيمبرال سبيس، وتعالوا نتخيل مكان الانفرا تيمبرال سبيس. الانفرا تيمبرال سبيس لو قلنا ان ده الزيجوماتيك ارش، فالسبيس اللي تحت الزيجوماتيك ارش هو اكشوالي الانفرا تيمبرال سبيس، حتى بيسموه الانفرا تيمبرال فوسة، يعني ما بين الزيجوماتيك ارش الميديال سيرفيس بتاعه وما بين الماكسيلا، فوقيه الديب تيمبرال سبيس وتحتيه التيريومانديبولار سبيس. انت شايف الكوميونيكيشنز اللي عاملها مع الدنيا كلها. الانفرا تيمبرال فوسة مليان فيتال ستراكشرز، يا نهار ابيض، ماكسيلاري ارتري، تريجويد بلكسس وفينز، مانديبولار نيرف، يعني مكان في منتهى الاهميه. طيب لو حصل عندي انفرا تيمبرال سبيس انفولفمنت، تفتكر العيان هيجي يشتكي من ايه؟ هل هيشتكي مثلا من تريزمس؟ مش شرط، لانه حرفيا انا ما عنديش انفولفمنت دايركتلي لوحده من المسلز اوف ماستيكيشن. هو العيان هيبان اكتر السبيس ده في السي تي او الام ار اي، تمام؟ وعشان تعمل له سيرجيكال درينج، فانا ممكن اعملها انترا اورال او اكسترا اورال. انترا اورال انا محتاج اوصل عند الماكسيلاري تيبروزيتي. الماكسيلاري تيبروزيتي مكانه فين؟ لو اتحركت سوبيريور لي، فانا كده بتحرك ناحيه الانفرا تيمبرال سبيس، حتى كانت من احد الكومبليكيشنز الخطيره اللي ممكن تحصل لك اثناء الاكستراكشن اوف ماكسيلاري ويزدم، انه يحصل ديسلوجمنت للسنه في الانفرا تيمبرال سبيس، ويعوض عليك ربنا بقى ومشكله. فانا ببساطه ممكن ادخل اعمل انترا اورال انسيجن عند الماكسيلاري تيبروزيتي، وابتدي اتحرك سوبيريور اند ميديال، وده كله بهدف الوصول لمين بالظبط؟ الانفرا تيمبرال سبيس. وممكن كمان اجي عند الانتيريور بوردر اوف ذا ماندبل، اهو زي ما هنشوف مع بعض كده من خلال الصوره، باول حاجه انسيجن ناحيه مين؟ الماكسيلاري ثيرد مولر، وابتدي اتحرك ميديال اند سوبيريور. طيب الحاجه الثانيه ممكن برضو اعمله انترا اورال، اعمل فيرتيكال انسيجن ميديال للانتيريور بوردر اوف ذا ماندبل، كان بالظبط رايح اعمل تيريو مانديبولار سبيس انسيجن اند درينج، بس المره دي هبتدي اتحرك سوبيريور برضو اند ميديال بهدف الوصول للانفرا تيمبرال سبيس. طيب ده الانترا اورال ابروتش. هل ممكن اعمل له اكسترا اورال انسيجن اند درينج؟ ممكن، وان كان غير مستحب. هتيجي عند الزيجوماتكو فرانتال سوتشر، زيجوماتكو فرانتال سوتشر، وتيجي سوبيريور لي فوقيه بحوالي 3 سنتي، وتعمل انسيجن بارلل للزيجوماتيك ارش، كانك بالظبط كده فين؟ بالظبط في التيمبرال سبيس، وتنزل تحت بهدف الوصول للانفرا تيمبرال سبيس. اكسلنت. طيب ايه رايك اهو نبص على الرسمه اللي قدامنا دي، اهي هذا التيمبرال بون، وادي التيمبراليز، وتحتيها كده الديب تيمبرال، ومين اللي تحتيها؟ بالظبط ده كده هنا الانفرا تيمبرال سبيس. وشايفين مين اللي تحت الانفرا تيمبرال سبيس؟ تيريو مانديبولار سبيس. يبقى ببساطه انا ممكن ادخل عند الانتيريور بوردر اوف ذا ريمس، اتحرك ميديال اند سوبيريور، هعمل له درينج، وممكن اجي عند الماكسيلا، عند الماكسيلاري تيبروزيتي، وبرضه اتحرك سوبيريور اند ميديال، ادي انترا اورال، وممكن اجي اكسترا اورال لو قلنا ان الزيجوماتكو فرانتال سوتشر، كاني بدخل من عند من فوق، بدخله من فوق من
التيمبرال سبيس وانزل له عشان اقدر اعمل له ايه درينج. السبيس اللي بعد كده التيمبرال سبيس، فين التيمبراليز ماسل؟ اهو التيمبراليز ماسل ديب ليها، يعني ما بينها وما بين التيمبرال بون هتبص تلاقي الديب تيمبرال سبيس. طيب ما بينها وما بين التيمبراليز فاشيا هتبص تلاقي سوبرفيشال تيمبرال سبيس. وهنا احد اللاند ماركس اللي هتبان عند العيان تريزمس، التيمبراليز واحده من الماسلز اوف ماستيكيشن، تمام؟ فهتلاقي عند العيان تريزمس. ولو لاحظت من خلال الشرح سواء في المحاضره دي او في المحاضره اللي قبليها، وعلى ذكر المحاضره اللي قبليها ما تنساش بقى تروح تتفرج عليها وتعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير، ينوبك ثواب. تريزمس از اوبزيرفد في اي سبيس ليه علاقه بمسل اوف ماستيكيشن، تيريومانديبولار، سبماسيتريك، انفرا تيمبرال، تيمبراليز، لاترال فارنجيال زي ما هنيجي للشرح دلوقتي. طيب برضو للتريتمنت اوف تيمبرال سبيس، يا انترا اورال كانك بتعمل درينج لانفرا تيمبرال سبيس وتبتدي تتحرك لفوق، لو انت هنا تقصد الديب تيمبرال سبيس، او اكسترا اورال نفس القصه برضو فوق الزيجوماتكو فرانتال سوتشر ب 3 سنتي في منطقه الهير لاين وتبتدي تعمل الانسيجن بتاعك. هذا نفس الرسمه، هذا هي التيمبراليز، لو ما بين التيمبراليز والتيمبرال فاشيا يبقى سوبرفيشال تيمبرال سبيس بالظبط كده، ولو ما بين التيمبراليز والتيمبرال بون يبقى ديب تيمبرال سبيس. السبيس اللي بعد كده لاترال فارنجيال سبيس، وهنا الانفكشن بتاعتي ابتدت تتحرك ميديال للميديال تيروجويد ماسل، تمام؟ طيب اعمل له انسيجن اند درينج ازاي؟ والله هنا الانسيجن اند درينج ممكن يكون انترا اورال وممكن يكون اكسترا اورال. طيب تعالى نقول الانترا اورال الاول، ممكن يكون ترانسفارنجيال ابروتش، يعني تعمل الانسيجن بتاعك في التونسلر فوسة، وده غالبا لا يفضل، ما يحبسش انك تعمل الانسيجن ده، وخصوصا لو كان الدرينج از ديفيكلت. ليه؟ مبدئيا انت ممكن يعني يحصل اسكيب للباص في منطقة اللنج، يهرب منك، تمام كده؟ يبقى ادكوات درينج ما يحبسش انك تعمله، لانه ممكن يحصل اسبيريشن للباس في منطقه اللنج. وممكن كمان تعمل له انترا اورال انسيجن اند درينج كانك رايح بالظبط تعمل انسيجن اند درينج للتيريومانديبولار سبيس، بس المره دي هتتحرك مور ميديالي شويه. طيب هل ممكن اعمل اكسترا اورال ابروتش؟ اه طبعا اكسترا اورال سب مانديبولار ابروتش، وبرده هتتحرك ميديال لمين؟ للريمس، كأنك رايح عند الميديال تيروجويد ماسل وتتحرك ميديال شويه ليها، انت كده في ما بين الميديال تيروجويد ماسل وما بين الفارنكس، وممكن تجمع ما بين الانترا اورال والاكسترا اورال ايه ابروتش، تمام؟ هذا هو، هذا التانج قدامنا، وهذا الريمس، هذا الميديال تيروجويد. لو ابتدى الانفكشن يتحرك ميديال للميديال تيروجويد ماسل يبقى انا هنا بتكلم في منطقه مين؟ اللاترال فارنجيال، ولو اكستند لورا هيتحرك يمه مين؟ الريترو فارنجيال، وهنا يبقى خد لاترال وريترو يعني بارا فارنجيال سبيس. عشان كده في الريترو فارنجيال سبيس المفروض ان احنا ما نتكلمش كتير، لان تقريبا التريتمنت بتاعه هيكون نفس طريقه اللاترال فارنجيال سبيس، انترا اورال ابروتش هيتعمل في الفارنجيال وول لاترال تو ذا ميد لاين، واكسترا اورال هيكون عن طريق ان انت برضو السب مانديبولار ايه ابروتش. طيب هذا اهو عشان نتخيل الفارنجيال سبيس، هنبص على ساجيتال فيو للنك، هذا فين عند الفارنجيال باك وفارنجيال فاشيا اهي، هذا الفاشيا بتاعتي، تمام كده؟ طيب بعد كده عندي حاجه اسمها لودفيج انجاينا. لودفيج انجينا او انجينا مالجنا او الجاروتيلو او الماربس سترانجيو
لاتوريز، كلها مسميات لكن معروفة أكتر بلودفيج أنجينا أو خناق لودفيج. ترو لودفيج أنجينا بيكون سببها أودونتوجينيك دينتال أبسس من غالبا مانديبولار مولر، وعمل لك انفولفمنت، وده شرط أساسي عشان تقول لودفيج أنجينا، انفولفمنت لخمسة سبيس: سبمنتال، اتنين سبلينجوال بايلاترال، واتنين سبمانديبولار بايلاترال. يبقى لازم في اللودفيج أنجينا يكون في بايلاترال انفولفمنت للسبلينجوال والسبمانديبولار والسبمنتال هو واحد، الخمسة سبيسز دول بيكون فيهم انفولفمنت. تمام. الكوزس اوف لودفيج أنجينا يا اودونتوجينيك، ودي هنا هنسميها ترو لودفيج أنجينا، وممكن يكون احد الاسباب التانية سودو لودفيج أنجينا، يعني فارنجيتس، تونسلايتس، ممكن يكون فورين بادي. انت متخيل عيان اللي بياكل مثلا سمك وشوكة وقفت في زوره وحصل فورين بادي رياكشن؟ تمام. ممكن يكون تروما، فراكتشر وقلب بانفكشن، ممكن يعمل له لودفيج أنجينا. تمام. يبقى يا دينتو الفيولار ابسس، يا تروما، يا سيالادنايتس، سكندري انفكشن من باثولوجيك ليجون، انفكتد نيدل. انت متخيل انفكتد نيدل؟ قلناها فينا قبل كده برضو دي في التيريو مانديبولار سبيس، لو انت بتعمل انفيريور الفيولار نيرف بلوك، ياتروجينيك كوز، فارينجيال انفكشن، سيرفايكال ليمف، لمفويد تيشو. طيب وات اباوت الساينز اند سيمبتومز، العيان ده هيكون شكله عامل ازاي؟ مبدئيا انا بقول لك السبيسز اللي تقريبا بدايه الاير واي، ايه رايك الاير واي عنده هيكون تمام ولا بعافيه؟ بالظبط. هتبص تلاقي فيه اتليست بوادر اير واي اوبستراكشن، وطالما في سبلينجوال سبيس انفولفمنت يبقى التانج بتاعه هيكون elevated and protruded. وتبص تلاقي العيان حرفيا شكله كده يخض، العيان بيموت مش قادر ياخد نفسه، لسانه طالع لبره، العيان exhausted بمعنى كلمة exhausted، feverish، خلاص بقى الملامح بتاعت الانفكشن. وبالتالي هتبص تلاقي بروني او براوني بورد لايك سويلينج في الفلور اوف ذا ماوس، السويلينج غالبا بتكون فيرم، ذير از نو ساينز اوف لوكاليزيشن في البدايه. وخلي بالك ان النون سابيوريتيف لودفيج أنجينا اخطر من السابيوريتيف، يعني العيان ده لما يجي لك مش تقول لي انا هستنى لغايه لما يبقى، لا، النون سابيوريتيف هو اخطر. طب وانا اعمل انسيجن اند درينج ليه؟ هو في بص ده لازم تدخل وتعمل انسيجن اند درينج ببساطة عشان مبدئيا تخف الضغط من على التيشوز، تقلل كمية الانفلاماتوري اكسوديت، وبالتالي تحاول انك تفتح الاير واي. ده لازم. النون سابيوريتيف اكشوالي اخطر من السابيوريتيف، وفي كلا الحالتين لازم تعمل انسيجن اند درينج. طبعا زي ما قلنا التانج از ستيف واليفيتد وبروترودد. تمام. وفي عندك بوادر اير واي ايه اوبستراكشن، ممكن الحالة دي لو ما تلحقتش في ظرف 24 ساعة، يعني في ناس وكتب هتلاقيها كاتبة من 12 ل 24 ساعة، لو ما تلحقتش العيان اكشوالي بيموت، حالة فتل. طبعا سيرجيكال تريتمنت ده ألف به اهو، هوسبيتاليزيشن، يدخل المستشفى تراكيستومي، هيتحط جنرال انستيزيا، وفي حد ذاتها الجنرال انستيزيا دي صعوبة، لان في معظم الاحيان ما كانش في كل الاحوال العيان ده بيحتاج فايبر اوبتيك انتيوبيشن، يعني منظار، محتاج يتيب فايبر اوبتيك، مش هنقدر نتيبه كده عادي، دكتور التخدير مش هيقدر يتيبه لانه مش شايف، مش عارف يتيبه، فغالبا ومعظم الحالات بتحتاج فايبر اوبتيك انتيوبيشن. في معظم الاحوال بتضطر انك تعمل تراكيستومي عشان تامن الاير واي، وطبعا انسيجن اند درينج، وهنا الانسيجن اند درينج انترا اورال مع اكسترا اورال.
انترا اورال بتفتح الساب لينجوال سبيس، واكسترا اورال بتفتح الساب منتال والساب مانديبولار، وبتوصل ده كله ببعضه. تمام. طيب اهو ادا منظر قدامنا ليه عيان لودفيت جانيان، شايفين برود لايك سويلينج في منطقه النك، بروترودد تانج اهو بيدخل. طبعا شايف السبب اهمال عيان في درس ولا سن، وغالبا بيكون العيانين دول معظمهم ميديكال كومبرومايزد، بيدخل يفتح اكسترا اورال سواء سب مانديبولار وسب مينتال وانترا اورال سب لينجوال. تمام. طيب طبعا من ضمن الحاجات واللي اتكلمنا عنها في محاضرة بالتفصيل اللي ممكن تساعدني في اني اعمل دياجنوزز للفاشل سبيسز هي السي تي والام ار اي، وتكلمنا بالتفصيل عن السي تي والام ار اي وكمان البلين اكس رايز في المحاضرة المتعلقة بالايمجينج اناتومي وفي ذا نيك، وهي فرصة نذكرك عشان تروح تتفرج عليها، وما تنسناش بقى في اللايكات والشير. خلاص نكمل مع بعض. ايه الكمبليكيشنز اللي ممكن تحصل لي من الفاشيال سبيس انفولفمنت؟ طبعا من ضمن الفاشيال سبيسز قبل ما ندخل على الكمبليكيشنز، حاجة ريليتد يعني قوي لزمايلنا الاي ان تي اللي هما دكاترة او اخصائيين الانف والاذن، اللي هي اللوز كوينسي اهو زي المنظر اللي انت شايفه ده. وطبعا لما بيحصل بيريتونسلر ابسس او كوينزي، مبدئيا لو لسه اول مره بيفضلوا ان هم يعالجوها ميديكال تريتمنت، اما لو الموضوع تكرر بالظبط كده تونسيلكتومي باللوز، يشيل اللوز. تمام. طيب الفرق ما بين السليولايتس والابسس، يعني ده حاجه كده على جنب وفي عجاله نقولها، مش محتاجين نقول ان السليولايتس اخطر اسرع طيب اكثر الما من الابسس. ديوريشن زي ما قلنا مدته اقل، اكيوت البين سيفير اند جنرالايزد، السايز اكبر، اللوكاليزيشن ديفيوز بوردر، وبالتالي كان انا بتكلم يعني شفت، عشان كده قلت لك في اللودفيت جانجينا مثلا النون سابيوريتيف اخطر من السابيوريتيف. تمام. طيب تعال بقى نتكلم على، نرجع تاني لمبادئ الخريطه اللي ماشيين عليها. قلنا ايفالويت للسيفيريتي اوف الكونديشن، قلنا ديسيشن اوف هوسبيتاليزيشن، سيرجيكال تريتمنت، خلاص عملت سيرجيكال تريتمنت بتاعك، ميديكال تريتمنت اللي هو الانتيبيوتيك بريسكريبشن. طيب العيان اللي جاي لي بفاشيال سبيس ودخلته وعملت له انسيجن اند درينج، العيان ده مش محتاج ياخد علاج؟ طبعا محتاج ياخد علاج. طب هكتب له ايه؟ انا زي ما قلنا الهدف من الانسيجن اند درينج كان احد الاهداف منها ان انا اخد عينه من الباس اللي هيطلع واعمل له كالتشر اند سنسيتيفيتي. طب لغايه لما تطلع نتيجه المزرعه، لغايه لما تطلع الكالتشر اند سنسيتيفيتي، الانتيبيوتيك اللي هياخده، الانتيبيوتيك اللي هياخده محتاج يكون ليه كرايتيريا كده معينه، يعني مبدئيا هل يكون برود سبيكترم ولا نارو سبيكترم؟ لا طبعا برود سبيكترم. بكتيريسايديال ولا بكتيريوستاتيك؟ اكيد بكتيريسايديال. طيب ايه رايك ايروبيك ولا انيروبيك؟ يفضل انه يشتغل على الاثنين، صح؟ ويا سلام بقى لو انا قدرت اعمل كومباينيشن ما بين انتيبيوتيك تديني مثلا خاصيه السينرجيزم، يعني انت متخيل احنا عارفين ان 1+1 بيساوي 2، ايه رايك لو 1+1 بقوا بيساوي 10؟ طيب في ضوء اللي احنا قلناه ده بقى تعالى كده نشوف ايه الانتيبيوتيك اللي ممكن نكتبها في بدايه الليجن عندي، او اسف في بداية السيرجيكال بعد السيرجيكال تريتمنت بتاعي على طول، انا محتاج اكتب له زي ما اتفقنا انتيبيوتيك بريسكريبشنز. في ضوء الخصائص اللي احنا قلناها دي ممكن اكتب له بنسلين جروب وادمج معاها مترونيدازول جروب. وبالمناسبة الانتيبيوتيك
اللي بيتاخد ده الانيشال انتيبيوتيك اللي هو انا لسه معرفتش ايه الانتيبيوتيك اللي هكتبه له بناء على الكالتشر اند سنسيتيفيتي بيسموه امبيريكال انتيبيوتيك. تمام. البنسلين تعال نطبق عليه شروطه قلناها برود سبيكترم ولا نارو سبيكترم. برود سبيكترم جميل. بكتيريسايديال ولا ستاتيك. بكتيريوستاتيك. ايروبيك ولا انيروبيك ولا كومباينيشن. بيشتغل على ده وده. لا هو بيشتغل ايروبيك بس. ومن هنا يجي حتة ان انا بكتب معاه مترونيدازول على اساس انه بيشتغل انيروبيك. طب هل في حاجة ممكن اكتبها مع الاتنين دول تفيدني واستفيد منها؟ اه طبعا. احنا قلنا ان انا عايز استفيد من خاصية مهمة جدا اسمها سينرجيزم. بدل ما واحد زائد واحد يساوي اتنين انا عايزهم يساوي مية. زي ما ضربنا مثل الايرن مان والهالك. ومن هنا ممكن اكتب حاجة زي الامينو جلايكوزايد لانه البنسلين جروب مع الامينو جلايكوزايد بيحققوا لي خاصية السينرجيزم. على الرغم من ان الامينو جلايكوزايد لوحده بكتيريوستاتيك وبيشتغل اكسترا سيلولر عنده هاي او موليكولر ويت اند فوليوم ما بيقدرش يشتغل انترا سيلولر لكنه مع البنسلين بيحقق لي خاصية السينرجيزم. تمام كده. يبقى دي قصة الانتيبيوتيك بريسكريبشن. بعد كده supportive medications. العيان لسه قايم من عملية يعني بديهي جدا يحتاج للراحة يتغذى كويس جدا fluid intake ياخد بقى بجانب الانتيبيوتيك بريسكريبشن اللي هنكتبه ياخد انالجيسك عشان يرتاح. تمام. يبقى fluid intake ونيوتريشن وبين كنترول وفيفر كنترول من انتيبيوتيك وكولد فومنتيشن. واخر حاجة محتاج اطمن اني بعد ما عملت السيرجيكال انترفينشن بتاعي والميديكال بريسكريبشن وكمان السبورتيف تريتمنت لازم ابص على العيان ده بوست اوبرتيف بيوم ويومين اتاكد ان العيان بيتحسن المظهر العام بتاع العيان بيتحسن. تمام. يبقى فريكوانت ايفالويشن ابص فيها على ان السويلنج بيقل airway improvement بيتحسن increase general patient health. طيب هل في complications تنتج عن الفاشيال space involvement قد تكون fatal؟ اه طبعا. من ضمن complications اللي ممكن تكون fatal نتيجة الفاشيال space involvement حاجة زي الاوربيتال cellulites، حاجة زي الكافيرنس sinus thrombosis. وهنعرف رغم ان الكافيرنس ساينس ثرومبوزز بتتقسم دلوقتي او تندرج تحت مسمى الاوربيتال سيليولايتس لكن لاهميتها الشديده حطيناها في حته لوحديها. ممكن يحصل عندي برين ابسس، ميديا ستينايتس، نكروتايزنج فاشيايتس، ولودفيج انجينا اللي قلناها في البدايه. طيب تعالى كده الاول نمسك الاوربيتال سيليولايتس. الاوربيتال سيليولايتس بيقسموها دلوقتي لخمس حاجات. خلينا نبص كده على المنظر ده كده قبل ما نبص على الصور اللي عندنا. الاوربيتال سيليولايتس بيتم تقسيمها ليه حاجه اسمها بيري اوربيتال سيليولايتس. يعني هتبص تلاقي المنظر ده كده اهو بيري اوربيتال سيليولايتس. ده كده بلس 1 من الاوربيتال سيليولايتس ده كده بعد ما اتحسن. هنبص تلاقي في عندك حاجة اسمها سب بيروستيال سيليولايتس. تمام. سب بيروستيال سيليولايتس. يبقى في عندي بيري اوربيتال سيليولايتس وفي عندي سب بيروستيال اسف ابسس او سيليولايتس وفي ما بينهم اوربيتال سيليولايتس واخد الاوربت. طيب ده انا في عندي حاجة اخطر اسمها اوربيتال ابسس واخر حاجة عندي كافيرنس ساينس ثرومبوزس. كافيرنس ساينس ثرومبوزس. وقلنا لأهمية الكافيرنس ساينس حطناه لوحديه لكن خلينا نتوقف شوية عند الصورة دي. شايفين؟ ده من الحاجات اللي يعني مش هنساها لأنه كان سببه في منتهى التفاهة. لو ركزنا كده في منطقة الاسكالب كده عنده هنا كده شايف الانفكشن دي
مش هتتخيل دي كان مصدرها ايه. كان بيهزر مع حد من صحابه وسنته عورته في السكالب هنا واهمل الجرح ده. اللي حصل ان الجرح زي ما انت شايف ساء وعمل ابسس، وطبعا نتيجة الاميشر ايفينت اللي موجودة ومليانة في السكالب، فحصل عندي في النهاية كافيرنس ساينس ثرومبوزز. طيب كافيرنس ساينس ثرومبوزز، الاول خلينا نعرف ايه هو الكافيرنس ساينس. لو بصينا على المنظر اللي قدامنا ده، هذا الانترا كرينيال تمام، وهذا منطقة بالذات السلة تيرسيكا اللي هبتدي نركز عليها، هذا لو انا بصص لها كورونال. الكافيرنس ساينس هو واحد من البيرد ديورال ساينسز اللي موجودة انترا كرينيوم، وقلنا كلمة ساينس انترا كرينيال معناها فينس ستراكتشر مش تجويف هواء، ويعتبر واحد من اليونيك ستراكتشرز اللي موجودة في جسمك، لانه اكشوالي الفينس ستراكتشر ده ماشي جواه ارتيريال ستراكتشر وكمان نيرفس ستراكتشرز. يا راجل طبعا. خلينا نتخيل الاناتومي بتاعه الاول. احنا قلنا المنطقة دي كده اسمها سيلا تيرسيكا. السيلا تيرسيكا عبارة عن كلينويد بروسيسز انتيريور وبوستيريور كلينويد بروسيس، وفي النص هنا كده الهايبوفيزيا الفوسة اللي فيها البيتويتري جلاند، وعلى جانبي البيتويتري جلاند هذا الكافيرنس ساينس موجود هنا كده. ولو جينا بصينا في الكورونال فيو هنلاقي هذا البيتويتري جلاند، وهذا على جانبيها مين؟ الكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس ده بقى قلنا يونيك ستراكتشر لانه ماشي جواه الاحمر ده كده انترنال كاروتيد ارتري، وريليتد للوولز بتاعته سواء ماشي جواه او ماشي لاترال لي تقريبا 5 من الكرينيال نيرفز، ماكسيلاري وافسالميك اللي هما التو ديفيجنز بتاعوت الترايجيمنال نيرف ده نيرفين، وريليتد لي الاوكليوموتور نيرف والتروكليار والابديوسن. شايف كام نيرف؟ 5. ولو حضرتك ركزت هتلاقي ان الخمسة تقريبا ريليتد للاي، يعني الاوكليوموتور والتروكليار والابديوسن رايحين يغزوا الاكسترا اوكيولار ماسلز، فلما يحصل انفولفمنت ليهم مين اللي هيتأثر؟ حركة العين الاكسترا اوكيولار ماسل، يعني هيحصل اوفثالموبليجيا. ولما اقول الاوفثالميك والماكسيلاري ديفيجن ودول بيور سنسوري، شوف المناطق اللي بيغذيها النيرفات دي وانت تعرف انه هيحصل باراسيزيا مثلا في منطقة الفورهيد، باراسيزيا مثلا لمنطقة الايليد اللور واللاترال سايد اوف ذا نوز والابر ليب، على اعتبار ان دي الثري تيرمينال برانشز بتاعوت الماكسيلاري نيرف. يبقى الاناتومي بتاع الكافيرنس ساينس والنيرفس ريليشنز اللي ريليتد لي تجعل له ذات اهميه بالنسبه لنا كماكسيلوفيشال سيرجيون. طيب هيتعالج ازاي الكافيرنس ساينس؟ مبدئيا كده الايمجينج اللي هتعملها عشان تقدر تشوف الكافيرنس ساينس ثرومبوزز هي الام ار اي، عشان انا عايز اشوف هنا سوفت تيشو ستراكشرز، وكمان ام ار انجيوجرام اقدر اشوف البلاد فيسلز. جميل جدا. كلينيكالي زي ما اتفقنا اشوف الكرينيال نيرف اللي بيغذيها، وانت تعرف انه يحصل اوفثالموبليجيا مثلا زي ما قلنا باراسيزيا في منطقه الفورهيد، واحنا متفقين بانه ممكن يحصل اوربيتال ابسس، ما هو تدريجة من ضمن الاوربيتال سيليولايتس. اعالجه ازاي؟ اول واهم حاجة عالج السبب اللي وصلني للمرحلة دي، يبقى تريت ذا كوز. طبعا دي من الحالات اللي لازم يدخل هوسبيتاليزيشن. اشمعنى؟ عشان ياخد انتيبيوتيك بروت سبيكترم انتيبيوتيك. مش بس كده، ده الانتيبيوتيك ده كمان لازم يكون عنده كرايتيريا مهمة جدا اسمها يعدي البي بي بي برين بارير، بلاد برين بارير، يقدر يخترقه.
البلاد برين بارير ده في عجاله كده، ده عباره عن يعني زي غشاء كده عنده خاصيه انه يعدي فلان وما يعديش فلان. وبالتالي الانتيبيوتيك اللي هيعدي على البلاد برين بارير ده لازم البلاد برين بارير يسمح له بانه يدخل جوه الكرانيوم، تمام. وطبعا العيان ده بياخد هيبارين. اشمعنى؟ زي ما اتفقنا، ما احنا قلنا بانه فاكرين في البدايه خالص بانه كان من ضمن الحاجات اللي بتعملها المايكرو اورجانيزمز ممكن تفرز لي توكسينز. من ضمن التوكسينز دي انزيم يكسر لي او ين اكتيفيت الانتي كواجلانت ويزود احتماليه الثرومبوفيليبايتس، فانا بدي هيبرين عشان اقلل الكلوت فورميشن، تمام. وبدي كمان مانيتول، وده عشان اقلل السيريبرال إديمة وقلل الانتراكرانيال بريشر. طيب من ضمن الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لي برضو نتيجة الفاشيال سبيس انفولفمنت هي البرين ابسس. والتريتمنت بتاع البرين ابسس، طبعا انا بدايجنوز البرين ابسس بالنسبة لي انا كماكسيلوفيشيال سيرجيون عن طريق الام ار اي او السي تي، لكن برضو النيوروسيرجيون عندهم طريقة ان يقدروا يعملوا بيها دياجنوز للبرين ابسس اللي هي لامبر بانكتشر، تمام. التريتمنت مش هيختلف كثيرا عن الكافيرنس ساينس ثرومبوزز، هوسبيتاليزيشن وماسيف انتيبيوتيك، ولازم يعدي البلاد برين بارير، واستيرويدز كانتي انفلاماتوري ومانيتول عشان اقلل برضو حتة الانترا سيليبرال بريشر. وهذا هو قدامي MRI بتوضح لي ان فيها ايه برين ابسس اهو، تمام اهي. طيب ميدياستينايتس، الميدياستينايتس هي ببساطة كده كأنه غشاء محوط الليلة اللي قدامك دي حضرتك، يعني فيها فيتال استراكتشر مش عايزين نقول خطيرة، دي مميتة، يعني بتحتوي على الهارت، اورتك شيس، تراكية، بالمونري ارتري، السوفيجاس، كاروتيد ارتري. والميدياستينايتس ممكن نتيجه سبريد اوف الانفكشن من مثلا لاترال فارنجيال او ريترو فارنجيال او بارا فارنجيال، ممكن يحصل انفولفمنت للميدياستينايتس. وطبعا الساين اند سيبتومز انت ريليتد هنا للنفس، ففيفر بقى وتاكيكارديا والهارت اهو، ديزنيا، شيست بين، لوكوسايتوز، ارتفاع الوايت بلاد سيلز، وايمجينج لما بتعمل شيست اكس راي بتلاقي فيه وايدنينج في الميدياستاينال. وتريتمنت برضو مش هيختلف كثيرا عن علاج البرين ابسس والكافيرنس ساينس ثرومبوزز، وقلنا اهم حاجه انك تعالج السبب، تمام. بعد كده عندي حاجة اسمها نيكروتايزنج فاشيايتس، من اسمها نيكروتايزنج فاشيايتس، يعني حصل نيكروزس، ودي رابيد السبريد انفكشن الونج السوبرفيشيال فاشيا. الفاشيا خلاص ماتت، وهي حرفيا بتبتدي باسكيميا، بيقل البلاد سبلاي اللي رايح للمنطقة دي، ويعقبه بعد كده جانجرين. الجانجرين يعقبها بعد كده دارك سكن، وده اكيد، وبيبتدي تتكون فيسلز ويز بيوريولنت ديستشارج، تبتدي تقشر ويحصل نيكروزز في اليوم الخامس، وبعد كده سيباريشن للنيكروتيك تيشو دي في اليوم الثامن، وتبتدي تسقط وتقع. وتريتمنت زي ما انت شايف بجانب الهوسبيتاليزيشن وماسيف انتيبيوتيك وتريتمنت ذا كوز، ديبريدمنت بقى للتيشوز النكروتيك اللي موجوده دي، وهايبرباريك اوكسجين ثيرابي. ودي مثلا صوره اهي لنكروتايزنج فاشايتس، المنظر طبعا يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه. اخر حاجه معانا النهارده دي حاله برضو كنت يعني قابلتها اهي، تبين لك ان هي لودفيج انجينا، وحطيت انا سؤال فوق، هي لودفيج ولا سودو لودفيج انجينا؟ احنا قلنا لو الكوز اودونتوجينيك يعني تيس فدي ترو لودفيج انجينا، ولو كان اني كوز راذر زان التيس فدي سودو لودفيج انجينا. الواقع ان الحالة دي لما بصيت عليها في المستشفى ما كانش عندها ولا سنة، العيان اي دينشلس،
ولو ركزنا في الصورة كده عند منطقة الودان، العيان حرفيا كان بيشتكي من ألم في ودانه، واستخدم نوع من المس، حاجة كده شعبية هما بيستخدموها. اللي حصل انه عمل له ألرجي، والألرجي دي تطورت بسرعة وحصل عنده لارينجيو إديمة زي ما انت شايف كده، وانفولفمنت للفاشل سبيسز اللي هي السبمانديبلر والمنتال والسبلينجوال، وبالتالي حصل عندي في النهاية وصلنا للمنظر اللي انت شايفه ده اللي هو سودو لودفيج أنجينا. العيان ده كمان ضيف على كده اللي ساعد على انه تطورت الحالة بسرعة ان العيان كان ديابيتك uncontrolled ديابيتك بيشنت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من محاضرة النهاردة. أتمنى أن المحاضرة تكون عجبت حضراتكم وقدرتم تستفيدوا منها، وياريت ما تبخلوش علينا باللايكات والشير، وتدعمونا عن طريق الاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد مننا. أشوف حضراتكم على خير، مع السلامة.